رمضان هو شهر الخير والعمل التطوعي. البعض يعتقد بأن العمل التطوعي هو مجال الجمعيات الخيرية والمؤسسات، ولكن لا، العمل التطوعي هو عملك في الخير كله، وعملك يا أختي في الخير كله. العمل التطوعي سماء مفتوحة، ابذل وأعطي وتصدق وزكي وأنفق وتواصل واسأل عن الجار واسأل عن الأرحام واسأل عن المسلمين في كل مكان، وادعو للجميع وادعو لنفسك ولوالديك بكل خير. العمل التطوعي فرصة، ورمضاننا فرصة.